من جديد، يضرب الإرهاب مدينة القامشلي صباح اليوم الأحد عبر سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت مركزا للتدريب، أسفرت عن فقدان عنصر أمن لحياته وإصابة آخرين بجروح كانوا يحرسون المركز. وقد أعلن تنظيم داعش تبنيه لهذا التفجير الإرهابي. يبدو أن ما تشهده مناطق الإدارة الذاتية من استقرار أمني واقتصادي واجتماعي مختلف عن باقي المناطق السورية لم يرق الجماعات الإرهابية ولا داعميهم. فبالآونة الأخيرة ازدادت وتيرة التفجيرات التي تستهدف مناطق تديرها قوات سوريا الديمقراطية. ففي منتصف شهر تموز الفائت انفجرت سيارة مفخخة أمام كنيسة وسط مدينة القامشلي، تلاها تفجيرات عبر عبوات ناسفة تم زرعها على الدراجات النارية في الحزكة. وكذلك قبل أيام قليلة سيارة مفخخة استهدفت مركز أمن داخلي في مدينة القحطانية بريف القامشلي مسفرة عن ضحايا أطفال وعنصري أمن. اليوم الإرهاب يضرب مجددا مدينة القامشلي بسيارة مفخخة يقودها انتحاري يستهدف مركزا لتدريب قوات أمن داخلية في حي الأرباوية وسط المدينة. وفي أعقاب التفجير أصدرت قوات الأمن الداخلي الأسايش بيانا أوضحت فيه فقدان عنصري أمن لحياته وإصابة اثنان آخران جراء التفجير كانوا في نوبة حرس لمركز التدريب. وفرضت القوى الأمنية طوقا أمنيا حول مكان الحادثة ونقلت الجرحى إلى مشافي المدينة وبدأت بالتحقيق في الحادث. تأتي هذه التفجيرات الإرهابية بعد إعلان داعش منذ أسابيع قليلة عن انتقالها لمرحلة الهجوم على نقاط التحالف الدولي واستهداف قوات سوريا الديمقراطية. كما أن هذه الأعمال الإرهابية تتزامن مع تهديدات تركية لشن عملية عدوانية على مناطق شمال شرق سوريا، ما خلق مخاوف من قياديين في قسد والتحالف الدولي بأن أي هجوم تركي على المنطقة قد يشكل فرصة لهروب عناصر داعش من مراكز الاحتجاز والمعتقلات لدى قسد وشنهم عمليات إرهابية. وفي ظل قلق سكان مناطق شمال وشرق سوريا من احتمال شن تركيا عدوانا عسكريا على المنطقة، تظهر هكذا أعمال إرهابية متزامنة مع التهديدات التركية لتزيد من مخاوف الأهالي من عودة الإرهاب إلى مناطقهم التي حررتها قوات سوريا الديمقراطية. وللنقاش حول هذا المحور ينضم إلينا من الشمال السوري كنعان بركات، الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة. أهلا بك سيد كنعان. أهلا بكم سيد كنعان. يعني من الملاحظ أن التفجيرات الإرهابية في مناطق الإدارة الذاتية ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة، يعني منذ أسابيع قليلة انفجرت سيارة أمام كنيسة وسط القامشلي وأيضا في القحطانية وتفجير اليوم وسط القامشلي. باعتقادك ما الرسائل التي تريد إيصالها داعش من هذه التفجيرات؟ طبعا في البداية نعزي عائلة الشهيد عضو أصعيش قامشلو، ونؤكد على أن مهما كانت هذه التفجيرات أو هذه الأعمال الإرهابية لن تنال من عزيمة قوانا الأمنية وصارهم على تحقيق الأمان والاستقرار في المنطقة. ونندد طبعا بهذه الأعمال الإجرامية كهيئة داخلية في أقليم الجزيرة، هذه الأعمال الإرهابية مدانة من الناحية الإنسانية ومن ناحية جميع النواحي. طبعا لا شك بعد الانتصارات التي حققتها قوات سوريا الديمقراطية في الميادين والمعارك التي جرت وخاصة في مناطق دير الزور والرقة وأيضا الطبقة وكل المناطق الشمال السوري، قامت هذه المنظمة بتغيير خططها عبر استهداف المناطق الأمنية. طبعا سلسلة من المحاولات الكثيرة، طبعا ليس يعني محاولة أو اثنان أو ثلاثة، العشرات من المحاولات، هذه الخلايا حاولت القيام بالتفجيرات في مناطق الإدارة الذاتية، ولكن الأجهزة الأمنية أحبطت الكثير منها على الرغم من بعض الثغرات التي حصلت، الثغرات الأمنية التي حصلت، ولكن تم إلقاء القبض على الكثير من هذه الخلايا. هذه الخلايا طبعا قد انتشرت في بعض المناطق، وطبعا يتم ملاحقة هؤلاء عبر الأجهزة الأمنية وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى المحاكم المختصة. نعم سيد كنعان، يعني هناك من يقول أن ربما أيضا جهاز الأمن الداخلي الأسايش يتحمل ربما جزء بسيط من هذه المسؤولية في اتجاه الحد من هذه التفجيرات. يعني هل قسد قادرة لوحدها
بتكفل هذه المهمة ومهمة ملاحقة هذه الخلايا؟ طبعا الدرجة بالدرجة الأولى الأجهزة الأمنية، قوى الأمن الداخلي والمكاتب المعنية هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن الحفظ والأمان في هذه المناطق. ولكن أعتقد على الرغم كما قلت من قيام بعض الأعمال الإجرامية في مناطقنا، ولكن أؤكد على أن الأجهزة الأمنية قد أحبطت كما قلت الكثير من هذه المحاولات. طبعا المهمة الأساسية هي البحث والتحري عن هذه الخلايا وأماكن تواجدهم بغية إحباط كافة المحاولات وإلقاء القبض على الفاعلين. طبعا يجب على هذه القوى، قوانا الأمن الداخلي، يعني إلقاء القبض على الفاعلين قبل ارتكاب هذه الجرائم. المسؤولية هي مسؤولية قوى الأمن الداخلي، وأعتقد بهذا الجانب نداؤنا لجميع المواطنين في مناطق الإدارة الذاتية التعاون، ومن ثم التعاون مع الأجهزة الأمنية لأي ملاحظة كان، سواء كان مركبة واقفة في مكان غير مخصص أو هذه المركبة موجودة دون وجود صاحبها أو مالكها في المكان المحدد، أو أي شخص له حركة غير طبيعية ومشبوهة. يجب على كافة المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية للقضاء وللقبض على هذه الخلايا وإحباط جميع محاولاتهم. طيب سيد بركات، أيضا يعني كما تعلم أن التحالف الدولي أعلن في آذار الماضي القضاء عسكريا نهائيا على تنظيم داعش إثر المعارك في الباغوز. يعني الآن أمام هذه التفجيرات المتزايدة، ألا تعتقد أنه كان من المبكر الإعلان النهاية على قضاء داعش؟ حقيقة يعني موضوع القضاء على داعش، قد أكون أختلف في هذا النقطة. القضاء على داعش بشكل نهائي، لم يتم القضاء على داعش بشكل نهائي، لا زال هناك داعش في مناطق أخرى، ليس فقط في مناطق الشمال السوري ولكن مناطق المتاخمة لشمال وشرق سوريا، أي مناطق إدارة ذاتية. وأيضا انتشار هذه الخلايا في بعض القرى وبعض المدن القريبة على مناطق إدارة ذاتية وحتى في مناطق الإدارة الذاتية، طبعا يجب أن يكون هناك تعاون أمني وثيق في هذا المجال، لأن منظمة داعش قد هددت وقالت أن المعركة بيننا وبين قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لم تنتهي. ونحن نقول المعركة لم تنتهي، لا زال هناك تهديد إرهابي على مناطقنا. فالتعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية والمواطنين أعتقد، أي بالدرجة الأولى نؤكد على هذه النقطة، وأيضا التحرك الجيد للقوى الأمنية بمتابعة جميع القضايا اليومية والدقة في الحركة سيكون عاملا أساسيا للقضاء على جميع الخلايا الموجودة في هذه المنطقة. سيد بركات، لو وقفنا حول الأسباب والدوافع وراء زيادة داعش لأعمال إرهابية في هذه الآونة، كيف تقرأها؟ ما هي الأسباب والدوافع في زيادة هذه الأعمال الإرهابية؟ طبعا هناك تهديدات عديدة للإدارة الذاتية، تهديدات من دول إقليمية وبالدرجة الأولى الدولة التركية، وأيضا الكثير من الجهات المعادية للإدارة الذاتية، وخاصة طبعا من الناحية السياسية ومن الناحية الأمنية ومن ناحية نشر الحرب النفسية والحرب الخاصة. قوى الائتلاف، هذه القوى أيضا تقوم بالتحريض بين كافة مكونات المجتمع السوري وإثارة النعرات الطائفية والقومية بين اللحمة السورية في هذه المنطقة. طبعا هذه العمليات أتت بالتزامن مع التهديدات التركية لاجتياع لهذه المناطق، وأعتقد تشكل عاملا مساعدا للدولة التركية لأجل خلق حالة من الذعر وخلق حالة من الخوف وعدم استقرار. ونحن نؤكد على أننا مصرون على تحقيق الأمان وتحقيق الاستقرار وإنجاز المشروع الديمقراطي واستكمال مشروع الإدارة الذاتية الذي هو النموذج الحقيقي لسوريا المستقبل. نحن في مرحلة تحدي مع كافة القوى المعادية للإدارة الذاتية، ونؤكد كما انتصرنا في بداية الأزمة السورية وبداية الأزمة الموجودة في هذه المنطقة، وحررنا جميع مناطقنا بفضل دماء الشهداء، بفضل الأبطال الذين ضحوا بدمائهم في سبيل حماية مكتسبات الثورة. الثورة سوف تستمر حتى تحقيق الانتصار الأخير، ألا وهو سوريا الديمقراطية، سوريا لا مركزية، وإدارة ذاتية لشمال وشرق سوريا. سيد كنعان، يعني أخيرا،
في ظل الرغبة والمحاولة والسعي للحفاظ على استقرار هذه المنطقة؟ يعني ما المطلوب من جهاز الأمن الداخلي الأسايش للحد من هذه التفجيرات؟ وبنفس الوقت يعني جهاز الأمن ماذا يحتاج أكثر من تجهيزات لوجستية أو غير ذلك للحفاظ على أمن هذه المنطقة؟ طبعا عبر إذاعتكم نؤكد على أن يجب أن يكون هناك تعاون بيننا وبين المنظمات الدولية وأيضا التحالف الدولي، كما كان للتحالف الدولي عفوا دور في التنسيق والتعاون مع القسد، ويجب أن يكون هناك تعاون أيضا في هذا المجال، وخاصة دعم القوى الأمن الداخلي بالأجهزة الأمنية وأجهزة يعني أجهزة يعني معرفة يعني السياسة التي تقوم بالتفجير أو أي شيء يعني يساعدنا في تحقيق الأمان والاستقرار. طبعا الأجهزة التقنية والأجهزة اللاسلكية كل الأمور المتعلقة من الناحية الأمنية يجب أن يكون هناك تعاون ودعم من هذه الناحية، وأيضا المطلوب من الأجهزة الأمنية التحرك الجيد والتدقيق على كل الأمور اليومية كما قلت في بداية كلامي، التأكيد على معرفة كل الشخصيات الذين موجودون في هذه المنطقة، ونحن كهيئة داخلية نمتلك بعض المعطيات و بعض الدراسات لأجل الوقوف على هذه الأعمال والتأكيد على أن كل ما يجري في هذه المنطقة يجب أن يكون على معرفة وعلى اطلاع لدينا. من الشمال السوري الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ كنعان بركات.